انطلق معرض دبي العالمي للقوارب في نسخته 21 بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء السياحي، وذلك بمشاركة أكثر من 750 شركة وعلامة تجارية عالمية وأقليمية. ربيع أبو حسان والمزيد. ها هم يركبون السيارة، يسلكون الطريق كما غيرهم، لكن الطريق ليس كغيره، ينتهي مع نهاية شارع مرصوف فوق رمل الشط بداية البحر. الإطارات ترتفع لتتحول السيارة إلى قارب مائي قل نظيره في العالم، قطعة فنية بريطانية من أصل 20 قطعة بيع منها قطعتان فقط، تشارك في معرض دبي الدولي للقوارب. هذه السيارة سيارة طبيعية، كأنك عم تسوق أي سيارة، تنزل فيها في الطريق، تمشي فيها تروح طريق الشيخ زايد 200 كيلومتر في الساعة، تنزل فيها على المي، أول 3 ثواني يضبوا الدواليب وتصير سيارة برما، تصير بوت، فيك تشيل سكي وراء وتمشي بسرعة 50 كيلومتر في الساعة على المي، ما في أي شيء، كله أوتوماتيك، تفصل عن الدواليب وبتعطيك جيت زي الجيت سكي. بمشاركة ما يزيد على 750 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية تمثل 49 دولة، انطلق معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت كاشفا النقاب عن أكثر من 430